بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الخامس ابتدائي، ازيكم يا ابنائي؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ هنكمل ان شاء الله مراجعة يا اولاد على الفصل الدراسي الاول من كتاب الاضواء صفحة 307 اختبار الاضواء رقم 2. مستعدين يا اولاد؟ نبدأ كده. السؤال الاول: اذا اشترط هدى 3 اقلام سعر القلم الواحد 3 جنيه وربع، فكم يكون او فيكون المبلغ الذي تدفعه هدى بيساوي نقط؟ هنضرب 3 في 3 وربع اللي هي 3 في 3 على 2.5، هضرب اليمين 3 في 5 ب15، 5 واطلع بالواحد، 2 في 3 ب6 و1 ب7، و3 في 3 ب8 ب9، هتدفع 9 جنيه و75 قرش. العدد الأولي الذي مجموع عوامله 8 يا ولاد هو 7، لأن 7 عبارة عن حاصل ضرب 7 في 1. خد بالك لما يقول لك مجموع عوامله كذا تطرح منه 1 على طول، تمام؟ لأن 7 عبارة عن 7 في 1، لو جمعتهم يديك 8. إذا كان إكس ناقص 3.5 بيساوي 5، فإن قيمة المتغير إكس عشان أجيب قيمة الإكس هجمع 3.5 زائد 5. 3.5 زائد 5 هيعطيني 8.5. الإكس تعبر عن مجموع إيه؟ العددين. الإكس دي هتعبر عن إيه؟ مجموع العددين. لما تيجي تحلها يعني تجمع 3.5 زائد 5. يبقى الإكس دي تعبر عن إيه يا حبايبي؟ مجموع 3.5 وإيه؟ والخمسة. طيب هنا بيقول لي 3.5 في كام؟ تعطيك 3500. هنا يا ولاد العلامة اتحركت ناحية اليمين ب3 أرقام، لأن لو زودت صفرين كده على اليمين، شوف 1 2 3، يبقى ضربت في ايه؟ في 1000. يبقى 3.5 في 1000 ب 3500. هنا الصوره الممتده عايزها في صوره قياسيه، بنشوف العدد الصحيح الاول بيتكتب، بعدين بدور على جزء من 10 اللي هو الاثنين، الجزء من 1000 اللي هو 3، طبعا جزء من 100 مش موجود، احط صفر، وهنا جزء من 1000 اللي هو 3، ولاحظ ان معايا كمان 600 زائد 5 تبقى 605، يبقى الناتج هيكون 605 و203 جزء من 1000. أول 5 مضاعفات للعدد 7 ما عدا الصفر، يعني هتفضل تزود كل شوية 7، قول كده حبيبي. أول حاجة إيه؟ 7 14 21، ونزود عليها 7 تبقى 28، زود 7 كمان على 28 تبقى 35. هنا هنضرب 1.65% في 3.1، بنعملها ضرب مطول، ناخد هنا العدد أهو 165 في كام؟ في 3.1، كده واضح يا ولاد؟ تمام. 1 في 5 ب5، 1 في 6 ب6، 1 في 1 ب1، زائد نحط الصفر، 3 في 5 ب15، 5 ومعايا ال1، 3 في 6 ب18، 1 19، 9 ومعايا ال1، 1 في 3 ب3 و1 ب4، هنجمع 6 و5 11، 1 ومعايا ال1 على 2 تبقى على 1 يبقى 2، 9 و2 11، 1 ومعايا ال1 على 4 تبقى ايه؟ 5، يبقى 5151. 5 في 115 العلامة كانت بعد رقم ورقمين، يعني بعد 3 أرقام، هنكتب 5 115 ونحط بوينت كده، العلامة العشرية تتحط هنا اللي هي النقطة الصغيرة، تمام. طيب العامل المشترك الأعلى للعشرة والخمستاشر، مين أكبر عدد ينفع العشرة والخمستاشر يتقسموا عليه؟ ها فكر كده. الخمسة تمام. العشرة عبارة عن 2 في 5، والخمستاشر 5 في 3، المشترك بينهم اللي هو ايه؟ الخمسة. هنا 12 في 1 دي 12 في 2.1، صح يا ولاد؟ السؤال اللي بعده: قارن باستخدام علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي. 12 في 2.1، وهنا 10 أمثال للعدد. حبيبي 10 أمثال العدد دي معناها 21، ليه؟ لأن أنا بضرب في 10 فالعلامة تتحرك يمين برقم. طب هنا هضرب 12 في 21 والعلامة تبقى بعد رقم، يبقى أنا هجيب كده فرق خارجية، أضرب ال 12 في إيه؟ في 21. 12 في 21 يا ولاد، ماشي؟ فاهمين؟ العدد ده من غير علامة اسمه 21. يبقى 21 في 12 هضرب من اليمين، 1 في 2 ب2، 1 في 1 ب1، زائد احط الصفر، 2 في 2 ب4، 2 في 1 ب2، نجمع تطلع كام؟ 252. العلامة هنا كانت بعد رقم 1، فيطلع ناتج 25.2، هي أكبر من 21. هنا يا ولاد من الكيلومتر للسنتيمتر يا مستر، كيلومتر على ايدينا اهو، خد بالك صبعك ده كيلومتر وصبعك اللي هناك ده السنتيمتر، في هنا 3 اصفار وهنا صفرين، يعني بضرب في 100,000 عشان احول من الكيلومتر للسنتيمتر بضرب في 100,000، فتبقى هنا 2 كيلومتر اكبر من 2500 سنتيمتر طبعا، لان هنا هضرب في 100,000 تبقى 200,000، هي الكبيره. هنا 700 جزء من 1000 يعني 700، والعلامه هتكون بعد 3 ارقام. طب هنا 7 جزء من 100 اهي، 7 من 100 الكبير طبعا، 7 جزء من 100، لان لو حطيت صفر هنا ها تبقى 70 جزء من 1000، لكن دي ايه طبعا يا ولاد؟ ايه 700 جزء من 1000 هي الكبيره 700، او ممكن تقول صفر وصفر، صفر وصفر زي الصفر اهو، علامه زي العلامه، هنا صفر هنا 7، تبقى ثانيه يا ولاد هقولها من الاول ثاني اهو، 700 جزء من 1000 هي هتكون اكبر من 7 جزء من 100، فاهمين؟ لو سويت الاجزاء هتلاحظ برضو ان ده كبير، لو انت متلخبط في الايه في الكلام ده
تاخد بالك من الطريقة. هنا يا أولاد نفس الأعداد، خد بالك هي نفس الأرقام وهي نفس الأرقام، بس هنا العلامة كانت بعد رقمين وهنا العلامة بعد 3 أرقام. بس في حاجة يا مستر، في صفر كمان أهو، شايفه؟ يعني هنا 1 8 7، هنا 1 8 7 وفيها كمان صفر تاني يا أولاد. هنا العلامة تبقى بعد رقمين وهنا صفر والعلامة طبعا دي كأنها مش موجودة. يعني دي معناها إيه؟ دي معناها 16 في 1 علامة 8 7. فهنا الناتج هيكون العلامة بعد رقم، وهنا الناتج هيكون العلامة بعد رقمين. طيب لما يكون بعد رقم وهنا رقمين، طبعا يكون بعد رقم يبقى أكبر، يعني ده هيكون هو الناتج إيه؟ كبير. فاهمين؟ أنا شلت الصفر اللي هنا حبيبي، فهمت؟ شلت الصفر اللي عندي ده خلاص، فبقت 16 في 187، وهنا 16 في 187 هنا علامة بعد رقمين، وعلامة بعد إيه؟ هتكون دي بعد رقمين برضو. ركز معايا كده، مش شايف كويس، دي بعد رقمين أه؟ صح؟ أه ده يبقى يساوي، يبقى متساويين، لأن هنا رقمين وهنا رقمين. طب يا حبيبي لو انت متلخبط اعملها ضرب مطول عادي وحلها. يعني حبيبي بص، انا شلت الصفر ده من هنا خالص، انا ببسط لك بس الامور، ممكن تعملها بالنظر يعني، ولكن تاخد بالك. يعني هنا 16 في 1 علامه 8 7، وهنا 16 في 1 8 7، هنا علامه بعد رقمين وهنا رقمين، يبقى هعمل علامه يساوي كده اسهل، ونعملها ضرب مطول مفيش مشكله، حلها ضرب مطول. لو انت الامور صعبه عليك متلخبط، هتقوم جاي العدد ده ضرب وضرب مطول، تقول هنا 187 في 16، 6 في 7 ب 42، 2 معايا ل 4، 6 في 8 48 و4 52، 2 ومعايا 5، 1 6 في 6 و5 11، زائد تحط الصفر، 1 في 7 7، 1 في 8 8، 1 في 1 ب1، هتجمع 7 و2 9، 8 و1 9، 1 و1 2، هيطلع 2 9 9 2، العلامة بعد رقمين، وهنا نفس الناتج 9 2، تحط الصفر، والعلامة هنا كانت بعد 3 أرقام، أهو طلع نفس الناتج يا مستر. طيب السؤال اللي بعده، استخدم الاستراتيجية المفضلة لإيجاد الناتج. هنا بيقول لي رقم 1، أول واحدة عندنا حبايبي عايزين نقسم العدد 2355 على 15. طيب دي طبعا حبيبي انت طبعا مفيش علامة، مش كده؟ ده شيء دي اسمها مطولة مباشرة، مفيش علامة عشرية. هنا 2355 على 15، 2 صغيرة، 23 كبيرة، فهي الواحد، 1 في 15 ب 15، نطرح 23 ناقص 15 يعطيني 8، نزل 5، 85 على 15، 5 في 15 7 75 يا ولاد، نطرح 8 ناقص 7 ب1 وننزل 5، بقت 105 على 15. لو ضربناها في 7، 15 في 7، 5 في 7 35، 5 ومعايا 3، 1 في 7 7 و3 10، 105 هي زيها، طلع الناتج كام؟ 105 157. طبعا يا ولاد انتوا بتراجعوا معايا، يعني المفروض توقف الفيديو وتحل المسائل لعائلك الشمال زي ما احنا متفقين، وتراجع معايا الحل. الكلام ده كله طبعا انا مش عايز اقوله في كل فيديو، انتوا طبعا في المراجعات تبقوا فاهمين هتعملوا ايه معايا، بتحل الاول وبعدين بتراجع معايا الحل بسرعه كده، تمام؟ فيطلع ايه الناتج؟ 100 كام؟ 57. هنا يا اولاد عايز اضرب طبعا في مساله قبلها. طيب 7 علامه 5 7 5 في 31، هنعمل ضرب مطول وبعد كده بكتب العلامه بعد 3 ارقام، يبقى 7 5 7 5 في 31. اضرب يا حبيبي كده، قول معايا بقى، قول يا ولاد، يلا. 1 في 5 بايه؟ 5، 1 في 7 ب7، 1 في 5 ب5، 1 في 7 ب7، زائد نحط الصفر، 3 في 5 ب15، 5 ومعايا ال1، 3 في 7 ب21، 1 22، 2 ومعايا ال2، فاهمين يا ولاد؟ 3 في 5 ب15، 5 ومعايا ال1، 3 في 7 ب21، 1 22، 2 ومعايا ال2، 3 في 5 ب15، 2 17، 7 ومعايا ال1، 3 في 7 ب21، 1 22. هنجمع 7 و 5 12، 2 ومعايا ال 1، 5 و 1 6، 6 و 2 8، 7 و 7 14، 4 واطلع بال 1 على 2 تبقى 3 وننزل 2، طلع الناتج معايا اهو. هنا علامة بعد 3 ارقام، هنا 2 3 4 8 2 5، هنا علامة بعد ايه؟ بعد 3 ارقام. طيب هنا لما اضرب في 1 من 10، العلامة بحركها ناحية الشمال برقم، يبقى 2 5 7 8 تتحرك برقم تيجي هنا. هنا 4 و 2 من 10 على 7 اللي هي 42 على 7 في 6، والعلامة بعد رقم. العامل المشترك الأعلى والمضاعف المشترك الأصغر لسه حالين منها كتير يا أولاد، طبعا احنا فهمنا الطريقة. أكبر عدد يعني ينفع ال 10 وال 12 يتقسموا عليه اللي هو الاتنين، لسه حلينا في الامتحان اللي فات هنا، والمضاعف المشترك الأصغر بينهم اللي هو 60. جت ازاي يا مستر؟ هنعملها تاني عشان مش فاهم. ال 10 عبارة عن 2 في 5 ماشي، وال 12 عبارة عن 2 في 6، وال 6 عبارة عن 2 في 3،
بنعمل دايرة على الأرقام المتكررة نطلع منها العامل المشترك. بعد كده بعمل دوائر، من كل دايرة باخد رقم، هنا 2 طبعا مستخدم التحليل الأعداد الأولية، طبعا ده طريقة التحليل اللي هو عايزها، وعايزك تعمل بالطريقة دي في الحل. ماشي، تعال نقول كده هناخد من كل دايرة رقم، هنا 2 وهنا 5 وهنا الاتنين في 2 تلاتة بخمسة، 6. الاتنين في تلاتة بستة، وستة في خمسة بتلاتين، تلاتين في اتنين بستين. ممتاز، رتب تصاعديا من الأصغر للأكبر. هنيجي كده من الشمال يمين، يا ولاد السهم ده معناه انت تكتب كده من الشمال لليمين. هنا تاخد الصغير الأول، 0 علامة 0 3، بعدين 0 علامة 3 0 هي الصغيرة، 0 علامة 3 0 3، 0 علامة 3 3 3. هنا برضو هنقارن القصور، 0 علامة 0 5 هي الصغيرة، ولا 0 علامة 0 4 دي الصغيرة، 0 علامة 0 0 4، 0 علامة 0 5، 0 علامة 0 7 1، 0 علامة 11. فهمت يا ولاد؟